أقول هنيئا لجميع المكرمين اليوم بهذا اليوم الكريم. طبعا معنا الفنان والزميل كان الكندي. مساء الخير ومبروك مقدمًا. الله يبارك فيك، وانت تستاهلين ايضا التكريم، وتواجدكم جميل جدا لدعمكم هذه الفئة الجميلة من المجتمع. احنا دائما نقول نتمنى ان الناس يحذون حذوكم، ونتمنى ان نشوف اخواننا رواد التواصل الاجتماعي في هذه المحافل. نتمنى ان يكونون سباقين في الدعم لاصحاب الهمم، هذه الفئات الجميلة، المكفوفين، الثلاسيميا، محاربين السرطان. بسنا جوائز زائفة، بسنا تواجدنا في اي محفل وفي اي تكريم بدون داعي. نعم، إذا واحد مسوي عمل خير نقول له جزاك الله خير، والله يزيدك من فضله، ولكن نبغى نشوفكم هنا اليوم. أنا أقول لإخواني إذا فعلا تبون تردون الجميل لمجتمعكم نبغى نشوفكم مع أصحاب المال. مشكورين. طيب نحن كنا نتكلم قبل قليل عن موضوع شوية بس عندي كنا نتكلم قبل قليل عن موضوع الإعلام، مسمى معنى كلمة إعلامي، والإعلام اللي هو نقل المعلومة للناس. مسمى إعلامي أنا أشوف أنه صراحة المفروض يطلق على الناس اللي تعبت ودرست 4 سنوات إعلام، لكن في جانب آخر فعلا اليوم الشخص اللي قاعد يوصل معلومة عن طريق الإعلام عنده محتوى جيد يعتبر إعلامي. لأن اليوم احنا مش قاعدين نقول كلام من الهواء، في دراسة، في جهد، في انك انت تسوي سيرج، في انك تبحث عن معلومة، في انك تجهز محتوى، فهذا هو شغل الإعلامي. ولكن ما نبغى نظلمهم، خلنا رواد التواصل الاجتماعي وخلهم إعلاميين، يستاهل أكيد. نعم، اليوم في انا اقول لك انا وياك اليوم انا قلت لك في ناس قاعده تجتهد وتقدم محتوى جيد. نعم، ممكن نسميهم إعلاميين، ولكن ما نظلم الناس اللي درسوا. لان اليوم خلنا نقول اعطيك مثال اقول لك اليوم اعطيك مثال اليوم في شخص درس 4 سنوات هندسه واستوى مهندس، وفي شخص بالفطره تعطي اي شيء صالحه، صح ولا لا؟ مثل في ناس ما شاء الله بالفطره إعلاميين، متحدث، عنده محتوى، يكتب سيناريو، يكتب نص، يكتب محتوى، يصور، يخرج بالفطرة. خلينا ننصحهم نصيحة، روحوا أكاديمية. بالضبط، أنت اليوم إذا الله أعطاك هذه الموهبة طور من نفسك، خذ كورسات، خذ دورات، حاول تدرس حتى لو أساسيات الإعلام، حاول تدخل لك معهد، يعني طور من نفسك إن شاء الله راح توصل للإعلام. يقول لا لا شو يقول، أنا أبغى أعرف شو يقول. يقول المؤثرين التواصل الاجتماعي أبو محمد إذا يحبون الإعلام ترين يروحون أكاديمية ودورات. المفروض صح. أنت إعلامي ولا بلوجر؟ لا أنا مش إعلامي ولا بلوجر. أنت شو؟ أنا كانوا الكندي. هاترم علي اخوي راس مالي هذا. انت مثله كانو ولا بلوجر ولا؟ انا صحفية. اقولها صحفية. اليوم شو اقولها؟ اقولها ما نظلم الناس اللي درسوا 4 سنوات اعلام. صحيح، المفروض ما نزقر اي حد اعلامي. صحيح. الا الشخص اذا عنده بالفطره هذه الموهبه. انت خلي الاعلامي، انت تعال على موضوع الدكاتره، فنانين، دكتور في المادري شو، السفير النوايا الطيبه وسفير النوايا الغير طيبه وسفير. خلصونا من هالموضوع، خلصونا. سفيرة الكندورة المخورة. أنا عندي 4 دكتوراه فخرية، تخيل. 4 دكتوراه فخرية. وآخر سنة فخرية الحين نسميها. والحين قمنا نسميها فخرية من الدكتوراه الفخرية اللي حصلتها. الله يستر. خلصونا من هالموضوع. والله صدق. نضم أصواتنا جميعا. نعم، نضم أصواتنا. الواحد ينمي هذه الموهبة، ياخذ كورسات، ياخذ أساسيات الإعلام، ياخذ له شهادة. وإذا عنده فخرية دكتوراه قصدي. طيب كانوا شكرا. حياك الله.